فهذا هو محط البحث الآن في القضاء والقدر، في الأصل الثاني وهو العدل. وأما مرتكب الكبيرة فيأتي بعده مباشرة العدل، وهو نفي القضاء والقدر. وهذا غلط فيه المعتزلة والجبرية على طرفي نقيض. فالمعتزلة يقولون إن العبد يستقل بفعله وليس لله فيه قضاء ولا قدر، وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله، الأمر أنف يقولون، أنف يعني مستأنف، لم يقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ. وغلاتهم يقولون ولم يعلمه الله قبل وقوعه، ينفون العلم. هؤلاء غلاتهم، وهؤلاء كفار بلا شك، إذا نفوا العلم فهم كفار، يقولون لا يعلمه الله قبل وقوعه، هؤلاء غلاة القدرية. أما جمهورهم فيقولون يعلمه الله، الله يعلمه ولكنه لم يقدره، وإنما علمه، علم إن هذا سيقع لكنه بدون تقدير منه سبحانه وتعالى. هذا جمهور المعتزلة. شيخ الإسلام في الواسطية يقول إن الصنف الأول وهم الذين ينفون العلم إنهم انقرضوا، أو القائل به منهم قليل في وقت الشيخ، أو انقرضوا. أما جمهورهم فلا يزالون إلى الآن باقون، يقولون إن الله يعلمه لكن لم يقدره، وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدره الله عليه. هؤلاء هم القدرية، سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر، هؤلاء القدرية. فيغلون في أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال العباد، ويقولون إنهم هم الذين يوجدونها بدون أن يقدرها الله عليهم.